في رحاب التربية الإسلامية للسنة الخامسة ابتدائي، إذن اليوم عندنا التزكية، كذلك سورة المدثر، سورة المدثر ونوح، إذن نهاية سورة المدثر وبداية سورة نوح في الصفحة 63 من كتاب في رحاب التربية الإسلامية. إذن نشرح الآيات الكريمة من هذه السورة في نهاية سورة المدثر، إذن من الآية 32 إلى نهاية السورة في الآية 55. إذن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول تعالى: كلا والقمر، يعني كلا والقمر، يعني الله تعالى أقسم بالقمر، والليل إذا أدبر كذلك أقسم. إذن كلا والقمر، أقسم بالقمر، والليل إذا أدبر، يعني أقسم بالليل. ماذا يعني الليل إذا أدبر؟ يعني إذا ولى وذهب. والليل إذا أدبر يعني حين ذهب بظلمته، ذهب الليل وولى وذهب بظلمته. والصبح إذا أسفر كذلك أقسم الله تعالى بالصبح، يعني الصبح إذا أسفر يعني الصبح إذا أضاء وانكشف، إذا أضاء وانكشف. إنها لإحدى الكبر، إنها لإحدى الكبر، إنها جهنم. الضمير يعود هنا عن النار، لإحدى العظائم يعني لإحدى الكبر، يعني من أعظم ما خلق الله إحدى، وهناك من يفسرها لإحدى المصائب الكبيرة، لإحدى المصائب الكبيرة. نديرا للبشر، نديرا، نذير الرسول صلى الله عليه وسلم جاء نذيرا وبشيرا، بشيرا يبشر ونذيرا يخوف، يعني تخويفا وحقيقيا لما ينتظر الناس، وإنذارا لهم: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. لمن شاء أن يتقدم يعني أن يتقدم، لبغى، لمن شاء منكم لبغى أن يتقدم يعني بالطاعة و يعني قربات، أن يتقرب بفعل الطاعات أو يتأخر بفعل المعاصي. كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس محبوسة عند الله، كل نفس محبوسة عند الله بعملها، مرهونة عند الله بما كسبت. إلا أصحاب اليمين، إلا هنا استثناء، استثناء لأصحاب اليمين. أصحاب اليمين هم السعداء، هم السعداء من المؤمنين المخلصين، أصحاب اليمين الذين فكوا رقابهم بالطاعة. في جنات يتساءلون، في جنات يتساءلون عن المجرمين، في جنات يعني في جنات يتساءلون، يعني يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا عن المجرمين، يسألون المجرمين أصحاب النار، يعني المجرمون عن الكافرين، يعني الذين أجرموا في حق أنفسهم: ما سلككم في سقر، ما الذي أدخلكم سقر؟ ونحن قد تطرقنا في الحصة السابقة إلى سقر التي سيصلاها الوليد بن المغيرة، لأنه اتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالسحر. إذن ما سلككم في سقر، ما الذي أدخلكم جهنم التي اسمها سقر وجعلكم تذوقون عذابها؟ قالوا: لم نك من المصلين، يعني ما كناش كنصليو، لم نك من المصلين في الدنيا بطبيعة الحال، ولم نك نطعم المسكين، يعني ما كانوش يعطون حق المسكين ولا يتصدقون على الفقراء والمساكين. وكنا نخوض مع الخائضين. هذه هي الأسباب الثلاث التي جعلتهم يدخلون سقر: لم يكونوا من المصلين، ولم يطعموا المسكين، وكانوا يخوضون مع الخائضين، يعني يتحدثون بالباطل مع أهل الغواية والضلال والكذب. وكنا نكذب بيوم الدين،
كانوا لا يؤمنون بالغيب، يعني يكذبون بيوم الدين، كانوا لا يؤمنون بيوم الحساب، حتى أتانا اليقين. حتى جاء اليقين هنا يعود على الموت، يعني حتى جاء الموت ونحن في تلك الضلالات والمنكرات، يعني احتجت الموت والقورسون في الضلال، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني لا تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني أنهم ما كاينش اللي غادي يشفع لهم، لن يشفع لهم لا ملائكة ولا نبيين ولا إذن ثم ما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم عن التذكرة معرضين، فما هؤلاء المشركين عن القرآن الذي يذكرنا هم يعني وما فيه من المواعظ منصرفين، كأنهم حمر مستنفرة، حمر مستنفرة مثل الحمير الوحشية الشاردة، مثل الحمير الوحشية الشاردة الشديدة النفار، فرت من قسورة، فرت من أمد كاسر، فرت من قسورة، هربت من الأسد لكي لا يصطادها مثلا، بل يريد كل امرئ منهم أن يوتى صحفا منشرة، كل امرئ يريد أن ينزل عليه كتاب من الله مثل محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا كيقولوا علاش ما ينزلش هذا القرآن على شخص من القرية عظيم، كاين واحد الآية كانوا كيقولوا بأن علاش ما ينزلش القرآن على شي شخصية زعما عظيمة، علاش ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كلا بل لا يخافون الآخرة، إذا الأمر ماشي كذلك، وإنما كما يزعمون، وإنما الحقيقة أنهم لا يخافون الآخرة ولا يصدقون بالبعث والجزاء، كلا إنه تذكرة، حقا أن القرآن الكريم هو موعظة بليغة كافية للتأكد من الآخرة ومن البعث، فمن شاء ذكره، فمن شاء ذكره، فمن أراد الاتعاظ اتعظ، واتعظ بما فيه وانتفع بهداه، وما تذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وهو أهل المغفرة، وما يتعظون به إلا أن يشاء الله لهم الهدى، فالله تعالى ما بغى لهمش الهدى، وبالتالي بقوا على الضلال المبين. إذا ننتقل إلى الصورة الموالية، ولكن قبل ذلك لدينا هنا شاء مد متصل، المد المتصل هو المد الذي يكون في كلمة واحدة، إذا شاء تطرقنا إليه في حصة سابقة، إذا هو المد ومتبوع بهمزة، إذا هنا كذلك عندنا يتساءلون مد وعندنا همزة، ولكن داخل نفس الكلمة، فإذا كان في كلمتين نقول على أنه مد منفصل. إذا ننتقل إلى سورة نوح عليه السلام، إذا بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن انذر، إذا إنا بعثنا نوح، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، يعني إنا بعثنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، أن أنذر قومك، يعني قلنا لنوح أن حذر قومك، أنذر قومك يعني حذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، أليم يعني عذاب موجع، قال يا قومي إني لكم نذير مبين، إذا نوح يقول لقومه إني نذير لكم بين الإنذار من عذاب الله إن عصيتموه، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يعني وحدوا الله تعالى واعبدوه وخافوا عقابه
وأطيعوني فيما آمركم به وأنهاكم عنه، إني رسول إليكم يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إذن يغفر لكم، يصفح عن ذنوبكم ويمدد في أعماركم إلى وقت مقدر في علم الله تعالى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، يعني هنا المقصود أن الموت إذا جاء لا يؤخر أبدا. إن الموت إذا جاء لا يؤخر أبدا، لو كنتم تعلمون، لو كنتم تعلمون ذلك لسارعتم إلى الإيمان والطاعة. إذن هنا نلاحظ أن نوح يستمر، نوح في مخاطبة قومه كل مرة يخاطبهم قال ربي، ولكن هنا يشكو نوح، هنا يشكو قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، إني دعوت قومي ليلا ونهارا. إذن اشتكى نوح إلى الله تعالى بسبب ما لقيه من قومه، حيث استمر في دعوتهم 950 سنة، وأنهم على يعني ويدعوهم بالليل والنهار، ولكنهم كلما دعاهم ليقتربوا من الحق فروا وهربوا وأعرضوا. إذن قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، هو كيدعيهم وهما كيزيدوا يهربوا أكثر. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. إذن كلما دعوتهم إلى الإيمان بك، دائما نوح يشكي ربه يقول كلما دعوتهم إلى الإيمان بك ليكون سبب غفرانك لذنوبهم وضعوا أصابعهم في آذانهم كي لا يسمعوا دعوة الحق وتغطوا. إذن هنا استغشوا ثيابهم، استغشوا ثيابهم يعني تغطوا، فاش كيقرب منهم وكيدعيهم يتغطوا. تغطوا بثيابهم كي لا يروني، باش ما يشوفوش كيتغطوا. وأصروا واستكبروا استكبارا، يعني وأقاموا على كفر واستكبروا عن قبول الإيمان استكبارا شديدا. إذن دائما نوح يشكي ربه من قومه. ثم إني دعوتهم جهارا، إذن جرب أنه دعاهم جهارا يعني أعلن لهم الدعوة، يعني دعاهم بصوت مرتفع إني دعوتهم جهارا. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، يعني دعاهم في الجهر ودعاهم في السر، ولكن لم ينفع معهم لا السر ولا الجهر. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فقال نوح لقومه سلوا ربكم، اسألوا ربكم أن يغفر ذنوبكم وتوبوا إليه من كفركم. قال لهم توبوا ولكنهم لم يتوبوا. يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني يعني يجعل لكم حدائق، يرسل السماء عليكم مدرارا يجعل لكم حدائق تنعمون بثمارها وجمالها، ويجعل لكم الأنهار تسقون منها زرعكم ومواشيكم، وسينزل عليكم مطرا غزيرا، وسيعطيكم الأموال. إذن ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار، أي سيعطيكم الأموال والأولاد ويجعل لكم حدائق جميلة فيها كثيرا من الثمار، ويجعل لكم أنهارا تسقون منها زرعكم ومواشيكم. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، يعني الله تعالى خلقنا من نطفة ثم من نطفة علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ثم عظاما ثم لحما.
إذن هنا يستمر نوح عليه السلام بسرد شكواه من قومه لله تعالى. إذن استخدم مع قومه أسلوب التخويف، واستخدم معهم أسلوب الترغيب والترهيب، ولكن دون جدوى. إذن هنا في هذه الآيات الكريمة أن مد منفصل، إذن المد المنفصل هو الذي يكون في كلمتين، يعني مد بعده همزة. إذن المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى، كما هو الشأن إنا أرسلنا نوحا، هي البداية ديال الصورة، ثم هنايا إلى أجل، إذن عندنا المد وبعده همزة في كلمة، فهذا يسمى مد منفصل. إذن ننتقل إلى الإجابة على الأسئلة المتعلقة بهذا الدرس حول التزكية، إذن في الصفحة الموالية. إذن نبدأ بالإجابة عن المفردات ومعانيها. إذن المفردات اليقين، إذن تطرقنا إلى هذا ولكن نعيد أن نذكر، اليقين المقصود به هنا الموت. إذن في هذه الحالة المقصود في هذه الآية الموت. استغشوا وتغطوا. تغطوا، نعم تغطوا، يعني تغطوا باش ما يسمعوش كلام نوح. وقارة عظمة وإجلالا، نعم عظمة، لا ترجون لله وقارا، ما بغوش يعظموا الله وما بغوش يجلوه وإجلالا. ثم أطوار مرحلة بعد مرحلة، يعني مراحل متدرجة. أطوار يعني مراحل، مرحلة بعد مرحلة، هي اللي قلنا أننا خلقنا نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم لحما، هذا هو المقصود بأطوار، كأطوار القمر. القمر دابا عنده أطوار باش كي خلال الشهر، كذلك الإنسان خلق أطوارا. إذن أكتسب، إذن نقرأ هذا. كل إنسان مرهون بعمله ومشغول بنفسه يوم القيامة. إذن هنا يا الآية، كل نفس بما كسبت رهينة، دونك هذا هو المقصود في هذا المضمون. نعم. من الأعمال التي تدخل الناس النار ترك أداء الصلاة والبحر. إذن هنا يا في القرآن الله تعالى شنو قال؟ لم نكن من المصلين، إذن هذا ترك الصلاة، لم نكن من المصلين، البخل، ولم نكن نطعم المسكين، والكلام بما لا يليق، وكنا نخوض مع الخائضين. إذن هذو هما ثلاثة ديال الحوايج اللي دخلوا أصحاب النار إلى النار. الاستجابة للرسل سبب للسعادة في الدنيا والآخرة. نعم، إذن استجابة، إذن نوح عليه السلام دعا قومه ولكن دون جدوى، وبدأ يشكو ربه. نوح عليه السلام قابله قومه بالجحود والعناد. إذن نعم، بدأوا كلما دعاهم ليغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واستكبروا وأصروا إصرارا. الاستغفار سبب في سعة الرزق وتنزل البركات. نعم، في القرآن الكريم الله تعالى، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. لكي يستغفر الله تعالى كيزيد له في سعة الرزق وينزل له البركات في رزقه، وهذا ما يمكن أن نكتسبه من هذه الصورة، في صورة نوح. إذن ننتقل إلى الإجابة عن أسئلة أقوم تعلماتي. إذن أذكر الكلمات التي تحمل المد المتصل. إذن الكلمات التي تحمل المد المتصل، إذن غادي نقلبوا، إذن نعود إلى صورة المدثر. إذن عندنا شاء، إذن هنا يكن عندنا مد متصل، هذا مد منفصل إذا أصفر، هذا مد منفصل لأن في كلمتين. يتساءلون مد متصل، الخائضين مد متصل، شاء ثم يشاء. إذن هذا بالنسبة للآية، هنا عندنا مد غير منفصل، حتى آتانا. إذن غادي نكتبوا هادو اللي كاينين في صورة المدثر، وعاد ننتقلوا إلى صورة نوح. دونك كاين عندنا شاء،
كاين عندنا يتساءلون، كاين عندنا الخائضين، وكاين يشاء. اذا شاء بحال يشاء، يشاء. اذا هذا بالنسبه للصوره ديال المدثر. بالنسبه لسوره نوح، ان اجل الله اذا جاء، اذا هنا عندنا مد متصل، لم يزدهم دعائي، اذا هنا مد كذلك متصل، ثم يرسل السماء، مد متصل. اذا هادو هما اللي كاينين في سوره نوح. اذا غادي نكتبوهم كذلك. اذا عندنا جاء دعائي، ثم السماء. إذا ننتقل إلى السؤال الموالي. إذا يقول: أذكر الذنوب التي اعترف بها الذين أدخلوا سقر. إذا كاين في سورة المدثر. إذا فين كاينة؟ كاينة في لم. إذا السؤال: ما سلككم في سقر؟ إذا قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. إذا هذو أربعة ديال الأمور هي اللي خلت هؤلاء الكفار يدخلون إلى سقر. إذا الذنوب أنهم يتركون تركوا الصلاة، تركوا الصلاة، ثم البخل، البخل والكلام بما لا يليق، يعني ثم التكذيب بيوم الدين، ثم التكذيب بيوم الدين بما لا يليق، ثم التكذيب بيوم الدين بيوم الدين. إذن هذو هما أربعة ديال الأمور التي جعلت الكفار يدخلون إلى سقر، وما أدراك ما سقر. إذن بما شبه الله تعالى الذين لا يتصعدون بالقرآن. إذن شنو سماهم؟ كأنهم فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة. إذا شنو في التفسير لقيناها بأنها حمير، كالحمير. وكاين في واحد صورة الحديد على ما أعتقد كمثل الحمار يحمل أصفارا، إذا نفس التعبير تقريبا. إذا مثلهم كمثل الحمار يحمل أصفارا، إذا هنا سورة شبههم، إذا شبههم الله تعالى بالحمير، بالحمر المستنفرة، بالحمر المستنفرة. من أي شيء أنذر نوح قومه وبما أمرهم؟ إذا أنذرهم من عذاب أليم. إذا هنايا في القرآن نرجعوا للآيات. إذا أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. إذا أنذرهم من عذاب من عذاب أليم، أن يأتيهم، ثم بما أمرهم، أمرهم أن يعبدوا الله ويتقوه. إذا أن يعبدوا الله، أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون. إذا أمرهم أن يعبدوا الله من جهة، أن يعبدوا الله وأن ويتقوه ويطيعوا نوح، ويطيعوا وأطيعون، قال لهم طيعوني نوح، ويطيعوا نوح عليه السلام. ما الأسلوب الذي اتخذه نوح في دعوته، في دعوة قومه؟ إذا تبع جوج ديال الأساليب. إذا في البداية: إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم لتغفر لهم جعلوا مستغشوا، إني دعوتهم جهارا. إذا في الأول دعاهم جهارا، ثم بعد ذلك أسر لهم إسرارا. إذا دعاهم أمام الملأ ودعاهم عاود في السر. إذا دعاهم، إذا الأسلوب الذي اتخذه نوح
دعاهم جهارا وسرا اسرارا واسرارا. نعم نخليوها اسرارا. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم دار العكس، لاحظتي هنايا كاين الفرق. الرسول صلى الله عليه وسلم بدا بالسر وعاد من بعد مشى للجهر. نوح دار الجهر عاد رجع للسر. اذا ما الاعمال التي تقرب من الله تعالى وتعيد من عذابه؟ إذن الأعمال التي تقرب من الله تعالى وتعيد من عذابه الاستجابة للرسول والاستغفار. إذن هل يحمل الإنسان كل إنسان ذنوب غيره يوم القيامة؟ لا. إذن كل إنسان مرهون بعمله. كل إنسان مرهون بعمله. في الآية يقول الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة. كل واحد داك الشيء اللي كسب راه كيكسبو لنفسه، وليس انا ما لا تحمل. وكاين آية اخرى لا تحمل وازرة وزر اخرى، حتى واحد ما يهز الوزر الاخر. اذا ما معنى واستغشوا ثيابهم؟ يعني تغطوا بثيابهم. نعم تغطوا استغشوا ثيابهم. اذا تغطوا بثيابهم لكي لا يروا نوح. إذن هذه أسئلة إضافية هنا. كم صبر نوح على دعوة قومه من قبل أن يأتي أن أتاهم عذاب العذاب؟ إذن صبر 950 سنة. نعم 950 سنة وهو يدعوهم. إذن ما معنى خلقكم أطوارا؟ يعني خلقنا أطوارا، يعني خلقنا أطوارا متدرجة، أطوارا متدرجة يعني عبر مراحل، من نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما وكسل عظام لحما، ثم عظاما ولحما، وبعدها كسى العظام لحما. إذن هذا كل ما يتعلق في هذا الدرس الثاني في التزكية، في نهاية سورة المدثر وبداية سورة نوح. إذن موعدنا في الحصة القادمة مع ما تبقى من سورة نوح إن شاء الله تعالى.